فرحتك عاد. شوف فبراير مش الماضي اللي قبله، كنت في الطيارة رايح للكويت، فجاني خبر وفاة رجل أحبه كثير اسمه صالح بن محمد الفوزان عليه رحمة الله. هذا الرجل يعني كان يعاملني مثل ابنه، ولعل يمكن بعض أبنائه الآن يتابعوا الحلقة. الحقيقة يمكن الرجل الوحيد اللي أنا ما شعرت أن أبوي ميت عندما كان يتحدث لي، كان يتحدث لي هذا الرجل. أحبه كثير كثير، أحبه وأقدره. الله يدخل الله سلامتك يا رب. طبعا ولده لما جاني الخبر أنا في الطيارة، دقيت على ولده الكبير مباشرة على أساس أني بعزيه. طبعا أنا بتكلم معاه بعزيه، صرت أنا أتكلم مع ماني قادر أطلع الكلام أصلا، يعني مو راضي يطلع. فكنت أنا أبكي وهو اللي قاعد يصبرني، هو اللي يقول لي معلش الحمد لله هذا قضاء الله وقدر، هو اللي كان يصبرني. وأنا كنت قاعد يعني منفجر في البكاء، حتى اللي حولي في الطيارة كانوا يتلفتوا يقولوا إيش الموضوع، موضوع غريب. فالرجل هذا مثل ما قلت لك هو يمكن من الناس اللي أنا رأيت فيه أنه كان يعاملني، تمنيت أن أبوي كان موجود طبعا عايش، لكن بما أني فقدت أبوي هذا أشعرني في لحظة من اللحظات أنه أبوي. الله يطغم دبر سرحمة واسكن فسيح جنات. أثقلنا عليك يا وليد. الدمعة لا لا، الدمعة الثانية هي خرجت كثير كثير، خرجت بمجرد أني أتذكر. وأنا يألمني كثير الحقيقة أن أمي قاعدة تتابع الآن، بمجرد أني أتذكر أني بعيش يوم من الأيام مثلا من غير أمي، أنا مباشرة أبكي، ما أتحمل، ما أقدر. الله يحفظها يا رب، خليها وطول في عمرها يا وليد. يعني هذه من الدموع اللي تنزل بشكل مستمر، بمجرد انه يجيني خبر والله ام فلان توفيت اتذكر مباشره، انا اقول يا رب لا تحرمني منها، ان شاء الله ما يجي اللحظه اللي ابكي فيها. الله يحفظها ويطول في عمرها يا رب، ويحفظ جميع امهات المسلمين.